ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا بعد ما حدا اجا؟ بعد بكير هلا. طيب وانت ليش جاي بكير؟ انا بحب هيك عامله روتين لإلي، بجي بعمل ستريتشينج الصبح، بحضر حالي، تفاصيل يعني. ليش البقايا امتى بيجوا؟ يعني بعد في شي ساعة تقريبا وببلشوا. آسف إذا ضايقتك، بس هيك حسيت. ما ضايقتني أبدا، أنا متضايقة من الصبح. صباح هيك كان قاسي ومش رهيق أبدا، بترك اليوم يعني. اللي بيشوفك عم ترقصي ما بيحس أبدا إنه عندك صباح ماله رايق. واللي بشوفك انت ووسام مع بعض وقديش مغرومين ببعض ما بيحس انه في هذا الحزن بعيونك. تينا
أنا بدي أشوفك غير هون لحالنا، ممكن؟ شو هيدا اللي عم يصير؟ وين؟ أنت بتعرف كثير منيح وين؟ بيناتنا؟ ما بعرف، يمكن هذا الشيء اللي بيحكوا عنه كل الناس، إله سحر بسموه إعجاب أو حب من أول نظرة. أنت إنسان كثير غريب ومجنون. وأنت كمان غريبة ومجنونة. ما تحطي كل الحق علي. أنت كمان بتعرفي تلفتي نظر اللي قدامك. لا لا، أنا بالعكس، أنا ولا مرة كنت بدي ألفت لك نظرك. بس أنت لفتي لي نظري كثير فوق ما تتخيلي. طيب، أنا رح أترك قلبي وحياتي بين إيديكي، قصدي بنتي يعني، رح أتركها هون. أكيد فهمت إنه قصدك بنتك. ليش في شي غير؟ ايه، بدي شوفك لحالك، كيف وين، ما دخلني، دبر حالك. ما تعتل همزان، انا فيها خليها عندك كل الوقت اذا بدك. قلبك وحياتك بين ايدين امينه، ما تخاف. انا اللي ما بخاف صراحة. زينة تأخر. زينة؟ نبيل، نبيل، زيل عايزه، زيل زيل، تعال نتبعد فنجان القهوه سوا. زيل، الله يرحمك يا ام محمود. هي راحت من هون والمشاكل اجت علينا اكثر واكثر من هون. والله ماني عارفانه شو بدي اعمل، ما بعرف. عمتي انا ماشي، بدك شيء؟ تعا عمتي تعا. قولي لي شو بدك؟ مستعجل، ما بدي اتاخر. مثل ما حكينا، ما بدي اياك تعمل ولا مشكله مع اخوك. مثل ما بدك، اذا ما عمل مشكله ما راح اعمل مشكله بخاطرك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شريفه، لك شروفه. لك ايه، هيدا الشاب ابن خيك الجاي من لندن، هيئته بجنن، شاب غير شكل. شو يعني؟ يعني يعني لقطة لبنت زهرة. هلا ما بيأثر إذا مطلق وعنده بنت صغيرة، بس عنده أشياء تانية بتغطي. شاب حلو مثل القمر، معلم ومثقف، بيعيش زهرة ملكة. إيه بس مصاحب وحدة دكتورة لبنانية وعايشة معه بلندن. لا لا، شو فيها شروفتي، شو فيها؟ هيدي ما كل رجال بصاحب يعني، بس وقت اللي بده يحط عقله براسه ما بفكر الا ببنت مثل زهره. لك كبري عقلك ولي جملو، مشان الله كبري عقلك. انا ما بمون عليه، ما بمون على اياد. لك ما شفتي شو عم يعمل فينا؟ مرحبا ما قال لحدا منا. انت ساعديني بهالقصه وحلوينتك عراسي من فوق. شو قصدك ولي؟ يعني انت مقرشه والحلوان تبعك حرزان؟ ما تستخفي فيي، انا عندي شقفه ارض مورتني اياها المرحوم، وكرمال بنتي الوحيدة بعمل العمايل، شو رأيي؟ تفضل انجي زيت، أهلا وسهلا محلك.
ميرسي. هاي ما بدك اياها؟ لا لا ما عجبني لونها، قد ايه بتريد؟ 6000. تفضل. هاي 6000. شكرا. ايه وين كنا صرنا؟ كنت عم بتخبرني انك شفتها مع بنت صغيره، فكرتها بنتها ولحقتهم على الاوتيل. طلعت مش بنتها يا سيدي، طلعت بنت خطيبها. السنيوره عايزه تتجوز وتعمل عيله. تعمل اللي بدها اياه، وانت كمان لازم تعمل مثلها. ما خلص طلقته من زمان كثير وخلصت قصتكم سوا. شو بدك فيها؟ ادعي لها بالتوفيق تا الله يوفقك انت كمان. ادعي لها بالتوفيق. انت عارف دي عملت فيا ايه؟ انا كنت عايش في السعوديه ملك، فلوس وبيت واصحاب، لغايه ما طلع في دماغها فجاه ان هي عايزه تسافر تتعلم بره. عملت المستحيل عشان تقعد ومش عايزه تقعد برضه. جننتني. وصلت ان انا كنت بضربها كل يوم عشان تقعد. لغايه بقى ما اتفقت مع الجيران وراحوا اشتكوني. والجيران كانوا اجانب، صدقوهم طبعا. وطلقوني منها بالعافيه. وبقيت عامل زي المجنون بعد ما سابتني وسافرت. وبقيت اتصرف بعنف في الشغل لغايه ما طردوني. وبتقولي اسامحها. اسامحها على ايه؟ عايزه تتهنى وتعمل عيله وتجيب عيال وتسيبني انا متبهدل كده وتقولي اسامحها؟ لا مش اسامحها. انا قاعد من غير شغل وانا مشغله ما فيش ولا مليم في جيبي. وكل يوم حته من جسمي توجعني واروح المستشفى عشان اكشف يقولي ده الاسترس. يا اخي على ابو الاسترس اللي هي السبب فيه وتقولي ادعي لها. ادعي لها ايه بس؟ معقول وين رايح؟ لوين؟ ايه سيبني بقى. لوين؟ مجنون. يا حبيبي هلا كنت رح حاكيكي. شو وين صرت حبيبي؟ يعني عم خلص ورق المستشفى والحدود مشان بكره تقريبا رح يصير كل شيء جاهز. ليك حبيبي انا كنت حاكيكي مشان اقول لك انه شو رايك تحاكي وسام وتقولي له لاقينا على شيء مطعم نتغدى مع بعض، وانا بحكي مع تينا خليها تجيب زينه وتجي. شو رايك؟ اوكي. نسيت اقول لك رامي واصل اليوم بعد الظهر من لندن. دكتور رامي صديقنا. اوف شو جاي يعمل؟ حكيني امبارح قال لي اخذ كم يوم فرصه وحابب اقضيهم بلبنان. بركي بنشوفه عشيه بنتعشى نحن وياه. اوكي هلا بنحكي على الغدا حبيبي، انت بس اتصلي بوسام وخليه يلاقينا. اوكي طيب حبيبي، باي مطعم بدك نلتقى؟ ليكي شو رايك خمس دقائق وبرد لك خبر، بس انت احجزي وسام. اوكي اكيد حبيبي اكيد. باي. لكن هيدي سلاح سانكيام بوزيسيون. كثير منيح. بدنا نرجع للاول هلا. بريمير بوزيسيون مع دومي بليي. نفتح برافو زينه. تري بيان. يلا ننزل الظهر لجوا. برافو. اوكي تري بيان. ظهرك انتبهي لظهرك، قلت لك قبل. يلا كملوها. الو شو جاي على بالك تتغدي؟ نتغدى؟ وين؟ ومع مين؟ Come on.
اوكي ثانك يو. انت شو عم تعمل هون؟ شو عم بعمل هون؟ والله اللي جوا بالبراد هي بتكون امي، ولا كمان هي بدك تنكر علي؟ محمود شو بدك مني؟ خلصني قول اطلب. انا ما بدي شيء. ابوك وعمتك اللي ربوك هن اللي بدهم. اخوك اللي ماتت مرته وبنته قدامه هو اللي بده. اه يعني انت ما بدك شيء، بس هيك عم تطالب بحقوق التانيين، حقاني يعني. عم تتمسخر على اهلك لانه محتاجين؟ عم تشمت فينا لانه تهجرنا وما عاد لنا بيوت؟ عم تتبرى من اهلك يا قليل الاصل؟ انا لا عم بشمت ولا عم بتمسخر. بس اذا انت ما بدك شيء مني معناتها ما في حكي بيني وبينك. ببقى انا بشوف ابوك وبتفاهم معه وبعرف منه شو محتاج. انت اطلع من هالقصه، مالك فيها. لا تستفزني. اه والله؟ وشو بيصير اذا استفزيتك؟ بيصير اللي لا انت ولا انا بدي اياه يصير. لك شو عم تهددني؟ مثل ما بدك حسبها. نحن وضعنا كثير سيء، وانت عايش بالنعيم بعالم ثاني، مو فارقه معك، تذكر هذا الكلام. بحب ذكرك انه انا لما سافرت وقطعت مسافات طويله بالبر والبحر مو مشان اعمل سياحه ولا مشان ادرس واختص مثل باقي الشباب. انا عملت كل هذا حتى اهرب منكم. ما حدا جبرك تهرب وتتشنطط، في عندك اهل وعندك بيت، كنت ضل. لا انتوا جبرتوني اهرب. ظلمكم وتخلفكم جبروني اهرب. موت اختي زينب بهالطريقه البشعه خلوني افضل اني اشحد بالشوارع على اني ضل عايش معكم. اللي عم تقوله ما له علاقه باللي عم بحكي لك يا بلد خرباني. لك حرب تهجرنا، نص الناس اللي بنعرفهم ماتوا والنص الثاني مشرد. ما معنى ندفع حق أجار بيت ساكنين فيه؟ لك عشا ما معنى نجيب الأولاد ما عم نقدر نحطه بالمدارس، تجي بتحكي لي عن شغلي قبل 20 سنة. محمود سألتك من الأول شو بدك مني، أنت ما جاوبت، وهلا برجع بسألك شو بدك مني؟ بدي مصاري، بدي أعيش مثل الخلق والبشر أنا وأهلك، بدي سكر الديون اللي علي. أنا بحكي مع أبوك واتفق معه. تحكي مع إلي؟ تحكي معي لي. انا المسؤول بهي العيله. والله انت المسؤول؟ عن شو مسؤول بلا صغره؟ عن كل شيء، عن المصروف وعن كل واحد بهي العيله. ممتاز، طالما انت مسؤول معناتها انا مالي بهالعيله، تصرف فيها على كيفك. اياد انت ليش بتكرهني كل هالقد؟ بتعرف ليش؟ ما في داعي تسال هذا السؤال. زل كافر، وانت بتعرفني منيح. لا تجربني. تهديداتك هدول كانوا يمشوا علي من زمان لما كنت صغير، بس هلا الزمن تغير وصاروا بلا طعمه مثلك. اوعك تهدد مره ثانيه. يلا حبيبتي فوتي. مها؟ ماما؟ ايه حبيبتي؟ بعرفك على زينة، زينة تلميذتي الجديدة وصاحبتي كمان. أنا رح روح أنا وياها وبيا نتغدى، رح فوت غير تيابك فيها تقعد معك شوي؟ ايه حبيبتي فوت البسي تيابك وأنا وزينة منتساير. يلا، زنزون أنا راجعة. تعي حبيبتي تعي. انت بتحب الرقص ما هيك؟ ايه. وتينا لما كانت بعمرك كمان كانت تحب الرقص، وكنا انا ونديم جوزي بيا لتينا كنا نروح نحضر كل الحفلات وكنا كتير ننبسط، كمان كنا نروح نتعشى ثلاثتنا سوا. اكيد مامي وداد بيكونوا مبسوطين فيك. مام وداد مطلقين. وانت انت مع مين عايشه؟ مع داد وجنى. مين جنى؟ يلي بتحبه لداد. شو بكي طنط؟ ليه زعلتي؟ لا ماشي حبيبتي،
راح قوم جيب لك جاتو انا عملته وشغل ايدي، اوكي؟ هاي هاي. شو وين تينا؟ راحت على البيت تغير ثيابها وجاي. ايه وكيف يعني؟ يعني زينة وين؟ ما اخذتها معها على البيت. غريب، انت ما بتعرف اياد قد ايه بخاف على بنته. يعني اذا انا وضل شي سنتين لحتى يتركها معي، إنه بهالسرعة يوثق بتينا ويترك البنت معها. حبيبي بيكون مشغول قصة أمه وتينا خطيبته، إنه حسبها وحدة من العائلة. بكي شي؟ لا ماشي حبيبي. دخلك شو عاد صار مع نبيل؟ دخيلك بلا سيرته هيدا. يوم واصل رامي من السفر، أخ شو حب يشوفه، حب أقعد أحكي أنا وياه، عن جد حس إني بحاجة لإله. ما في غير أنت عايشة بهالبيت. يلا يلا جينا. إيه هيدا أنت؟ شو جايبك لهون؟ فل من هون هلا. جرايا حماتي دي طريقة تستقبليني بها بعد السنين دي كلها؟ أصلاً أنا مش حماتك، الحمد لله اللي بطلت حماتك. بس برضو خلي عندك شوية ذوق. ذوق؟ وصول. ليش أنت تركت مجال للذوق؟ أنت لوحدك هنا ولا إيه؟ جرايا حاجة أنت خايفة كده ليه؟ فين فادي؟ فادي، فادي مش هون. أخش بقى أشوفه هون ولا مش هون؟ لا، ليك، شلص. طلع هون اهو. ازيك يا ابو فود؟ شو جايبك لهون؟ شو عم تعمل هون؟ شو سكرك فينا؟ الله الله الله، ده انت كبرت اهو بقيت تعرف تسال زيهم. ما فيش ازيك، عامل ايه؟ اتفضل شويه نعمل لك حاجة تشربها. بس ماشي ماشي، على العموم أنا هنا بقالي فترة، بس ما رضيتش أجي أزعجكم بقى. لحد ما إيه، كنت رايح المستشفى أنا عشان أجيب التحاليل بتاعتي، بس أنا اليومين دول تعبان بعيد عنك، فشفت جنى. جنى؟ آه والله شفت جنى، قلت ما بديهاش بقى، لازم اجي اشقر. وبصراحة ابو الفود كنت عايزك في موضوع تاني بس لوحدنا على انفراد. تركينا امك، تركينا. لا قلت لك تركينا لحالنا، نحن رجال بقى بعض. ما قال لك رجال مع بعضينا، هو انا هاكله؟ جدع يا كبرت وبقيت راجل، بس لسه برضه زي ما انت، سبتك بالطاقية ورجعت لقيتك بنفس الطاقية. المهم انا عايزك في موضوع، في مشروع وهيجي لنا منه فلوس كويسة، معايا فيه ولا مش معايا؟ ما ترد عليا يا عدل، انت بتبص فين؟ معايا ولا مش معايا؟ تمام، لازم نتقابل بره بقى عشان نتكلم براحتنا. هيك استنطج بعد صحتين يا حبيبتي.
زنزون جاتو؟ ليش تعملتي يا جاتو؟ ما قلت لك رايحين نتغدى. ما عليه، هو شغل ايدي. يلا زينة، يلا حبيبتي، تأخرنا عليهم. هلا داد دق لي وقلت له انه نحن مشينا. صحيح انه امه وبي مطلقين؟ مش عم صدق انك فتحتي هالحديث مع البنت بهالوقت القصير ماما. ماشي انا سألت عن امه. مش ملاحظة انك عم تديها كثير؟ مش ملاحظة انه حالتك صارت مرضية؟ يلا زينة. يلا حبيبتي. هذا اياد وصل. هاي وسام، كيفك؟ تمام. تأخرت عليكم ما هيك؟ هاي حبيبي. هاي حبيبي. من الصبح واقف على رجلي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شو؟ طلبتوا ولا لسه؟ لا يا قلبي ناطرينك. طيب يلا، اطلبوا شيء، أنا ميت من جوعي. بيان ما سألت عن زينة. زينة ما عطينا لأن هلأ حكيت هون وقال جاي على الطريق، هي جايبتها وجاية. طب يلا نطلب لكان ماتر. ماجي ماجي شبك عم تبكي؟ على مين عم تبكي؟ كتار يلي صار بينبكى عليهم، حتى نحن صار بينبكى علينا. ما بعرف يا عمتي، ما بعرف. مشتاق لأمي، مشتاق لأختي، مشتاق لبيتنا هنيك. ما بعرف شو بدي أعمل وشو لازم أعمل هون. يمكن عم ببكي على حالي. عمتي أنا هلأ مطرح ستك، مطرح أمك كمان، بدي إياك تحكي لي كل أسرارك. أنت بتحبها لزهرة ما هي؟ بتحبوا بعضكم ما؟ إيه؟ يا حبيبي، يا عيني، بس إمّا لا يمكن تقبل فيك عريس لبنتها الوحيدة، لأنه حاطة كل أملها فيها وبدها تجوزها لرجال غني ومقتدر مشان ينشرهم من هالفقر، وبيصح لها البنت حلوه مثل القمر. بس انا وزهره بنحب بعض ومتفاهمين. اسمعوا لها. اي والله والله اذا عمومتها للبنت دريوا انك حايم حواليها بيقتلوك يا معتر وبيهشرونا كلنا. بقى اسكت اسكت والبود. اسمع ما تزعل، انا رح ادسل لك نبض الام وبخبرك بعدين. ايه بس انت اهدى ولا سمعه سمعه. وانا بكره نازل مع جدي لشوف عمي اياد، بركي بيساعدني مشان يطلع لي الوراق مشان السفر وبيسفرني معه على لندن، وهيك بنسافر انا وزهره ونتزوج، مين بيعرف. ايه وانا كمان نازله على بيروت مشان اودع المرحومه ام محمود حبيبه قلبي. شو فاكرني قلبي حجر؟ مالي زعلانه؟ والله زعلانه وبنزعل عليها. علي علي آخ. ما قلتي لي كيف كان يومك؟ كثير انبسطنا أنا وتينا. داد فيني كل يوم روح منع بكرة بكير لعن تينا. شو ست زينة؟ صار عم تسألي مني تينا؟ لا مو هيك. هلا ليكي أنا ما عندي مشكلة، بس بدك إنه تينا ما تتضايق. لا أبداً بالعكس، أنا وزنزو صرنا كثير أصحاب ما هيك؟ دادي فيني روح ألعب البلاي جراوند، أنتو هون بتمرلوا. أكيد أكيد، يلا روح. فادي ليش ساكت يا حبيبي؟ رد علي أمي، طلع فيي وقل لي شو كان بده منك هيدا المجرم؟ شي بيني وبينه أمي، أنت ليش هلقد خايفة؟ ليش خايفة؟ مانك عارف ليش خايفة؟
نحن صدقنا، نحن صدقنا أنه أختك طلعت طيبة من بين إيدين هالمجرم. أنا شو خصني؟ أكون أنا اللي جوزتها لما كانت طفلة وبعتها على مصر على أساس هو رجال ملوى تياب ومقرش. بحب ذكرك أمي أنه أنا الوحيد كنت ضد هالجايزة وكنت شايف الحياة قبل منكم بكتير. يا حبيبي بعدين عرفنا والحمد لله أختك خلصت منه ونحن خلصنا من هالكابوس. تقبرني يا ماما، تقبرني يا حبيبي، ما بقى تحكي معه، وعدني ما بقى تحكي معه. أنا سمعته عم يتواعد معك يا حبيبي. هيدا عم يضحك عليك، عم يلعب لعبة تيرجع لجنى. وعد له إنه جنى ببيروت. طوشتيني أمي، طوشتيني، تركيني مشغول، تركيني. شو؟ إمتى بدنا نفرح فيكن يا عرسان؟ مين نحن؟ مين لكن؟ لا بس تفاجأت من كلمة عرسان صراحة. ليش شو بها كلمة عرسان؟ لا تينا قصدها أنه بتخاف من الأعراس، عندها فوبيا من الأعراس التقليدية. بس الأعراس التقليدية ولا الأعراس عامة؟ تينا ما خبرتيني شو رأيك بمستوى زينة بالرقص؟ إيه؟ حبيبي ليه عم تغير الموضوع؟ أنا كتير مبسوطة بعلاقة زينة وبسام، مغروم فيها ومش مصدق بيتجوز وبيعملوا عائلة، وأنا كمان. ياريت علاقتنا أنا ووسام نحكي فيها أنا وياه لوحدنا. صراحة أنا ما بحب كتير أحكي بخصوصياتي قدام الكل. بعتذر جنى، بس بعرف قديش بتحبينا وبتريدي مصلحتنا، بس أنا حساسة شوي عن هيدا الموضوع. بعتذر إذا ضايقتك. طيب خبرينا هلا عن زينة، كيف لقيتي رقصة؟ بعتذر يا جماعة إذا ضايقتكم، أنا هيك اليوم مش رايقة شوي، صار معي حادثة وترتني. خير حبيبي، شو صار معك؟ لا حبيبي ماشي مهم. بحكي لي طيب شو في؟ خلص بعدين بنحكي. تفضلوا كملوا أكل. لا سافا، أنا أصلاً شبعت، ماشي كثير على الغدا، صار لازم أمشي. طيب معناها مشان زينة بكرة بمرق لك إياها الصبح أنا. إيه ما تحت الهم، زينة بشوفها بكرة. وأنا مسافر على سوريا، فممكن تنسقي مشان زينة مع جنى بالموضوع. ما تحت الهم، طالما زينة معي يعني هي بأمان. Thank you على لنا خدا. باي. شوفي ليش هيك كهربتي القعدة فجأة؟ شو صاير معك انتي؟ التقيت بنبيل. شو؟ شو جابوا هاد لهون؟ ما بعرف، بس أكيد بالصدفة. يا الله بس شفتوا هالزلمة كيف رجعت لي كل الذكريات البشعة. مش مهم حبيبي، قلي أنت شو عامل اليوم؟ رامي واصل وبدي شوفه. منيح منيح. طيب وأنا بدي روح على المستشفى كمان خلص شوية وراق وتفاصيل ضروريين كتير. بدي اترك زينة معك، بتتضايق شيء؟ لا ولو حبيبي أكيد. طيب بركي بقول له لرامي يجي لعندي على السويت، هيك إذا تأخرت أنت بدل زينة معنا. إيه بيكون أحسن، يا ريت على طول زينة تضل معك. لا لا سألني، أنت بتعرف إني بحبك وبموت فيك، مش إيش على غيرك. مشان هيك حاطتني بجيبتك، وهذا اللي مخوفني. بالعكس، هذا لازم يريحك، لأنه أنا مثلك نفس الشيء. شو؟ نطلب الحساب؟ ايه بليز. جنى تتضايق شيء اذا بعتكم بسياره على الاوتيل؟ لانه مش هروح خلص شغلي بكير انا. لا حبيبي ولو عاد، اصلا لازم استاجر لكم سياره مع درايفر. اوكي حياتي. زينة زنزون، خلص انا بشيبها.
أنا بكرة بدي أنزل على بيروت مع أخي أبو محمود مشان نودي على المرحومة، وهنيك بدي التقي بإياد وبدي أحكي معه بصراحة. بقى شو رأيك إذا بتبعتي زهرة معنا؟ هيك بشوفها إياد. شو؟ زهرة تنزل معكم لحالها على بيروت؟ ولا ممكن. طيب تعي معنا أنت تانية، على أساس كلياتنا رايحين نودي على المرحومة. بصراحة إيه؟ أنا حابة ودع أم محمود، حابة شوفها لآخر مرة. لا كان بتنزلي معنا الصبح، لأنه إياد باعي سيارة لأبوه. شو رأيك؟ أي بس شو؟ شريفي أنا ما كان قصدي يصير هيك، يعني ما كان بدي إنه نلحق الزلمة ونزت البنت بحضنه. أنا بنتي شايفتها ومش مصدقة، ما بدي أعرض عليه بهالطريقة. لك أنو طريقة وما طريقة أنت تاني؟ شو جدبة؟ ما حدا بيعرف بهالقصة غير أنا وإنتي. بقى اسمعي مني، جوزئيها وحمريها ولبسيها فستان معرق، سمعاني؟ وانزلي معنا واتركي الباقي علي. شو رأيك؟ يعني منجرب ننزل، شو رح نخسر؟ دخيلك، ليش صحح لك تقبريني؟ قال منجرب بس ولا كلمة. رجعت حبيبي؟ بك شيء؟ لا ما في شيء، أنا كتير معصب معها وتعبان وجاي برتاح شوي بأوضتي لحالي بدون ما حدا يزعجني، ممكن؟ أكيد حبيبي أكيد، هيدا بيتك هون بس فيك ترتاح. عاد فإذا أنا فيت نايم ما تزعجيني. أوكي، بعمل لك شيء بعمل لك شيء تشربه؟ لا بدي نام وبس. طيب قل لي إنه ما بك شيء لأنه مبين عليك كتير معصب. شو؟ أكيد تركتك حبيبة القلب، عم بتخونك مع واحد تاني ما هيك؟ طبيعي بتكون لقيت واحد أحسن منك وأصغر منك وأجمل منك، تركتك وراحت لعنده. أصلاً لو ما هي هيك كنت بتظهر مع رجال مشوز تخرب له بيته. تعرفي مش حق عليك، حق علي اللي بعدني بعتبر إنه هيدا بيتي وبرجع عليه، بس حس حالي تعبان وبدي ارتاح. خلص خلص ما بقى رح ازعجك، فوت نام فوت. شو؟ ليه قال بخلقتك هيك؟ ما تكوني غرمتي فيه للزلمة ولزهرة. مش قصة انغرمت فيه، بس هيك فجأة بطلت طايقة وسام بالمرة. يعني انغرمتي بهيداك. خلص وريا بشرفك. بعدين سوري جاية لعندك بلا موعد، كنت ظاهرة ما هيك؟ لا معي نص ساعة لح اسمع كل الخبرية. مش رح اشوف. يلا بدي اعرف كل شيء. هيدا هو. ايه ردي وسمعيني. يلا. الو. هاي تينا، وين بدي اشوفك؟ اياد انا تينا عم قلك بدي شوفك باسرع وقت، هلا هلا بدي شوفك. عندك شي مكان ممكن نجتمع فيه لحالنا ولا بدبر انا؟ انا ببيت صاحبتي، هي عايشه لوحدها وقاعدين انا وياها هون بالبيت عندها. طيب خلي رفيقتك تتركنا لحالنا شوي بالبيت مشان نعرف نحكي على رواق، واعطيني عنوان البيت كمان. ايه وسام. جانا انا بالبيت مع امي وبيي. ايه بالبيت؟ ليه ما كملت نهارك مع تينا؟ ما قبلت، قال مشغول شوي. بشو مشغوله؟ تلاميذة تينا غريبه هاليومين، ما بعرف شو صاير لها، ولا مره كانت هيك. طيب تلفن لها شوف وينها. دقيت لها ما عم بترد، شكلها مشغوله عن جد. الو
الو جنى عم تسمعيني؟ ايه عم بسمعك. وفي شيء مهم بدي اقول لك اياه. خير شو في؟ نبيل الواطي اجى لهون على البيت، طلب يشوف فادي وشافه. طلب انه يتلاقوا برات البيت، قال في موضوع مهم عايزه فيه. شو؟ شو عم تقول وسام؟ ما تخافي انت، المهم ما تعتلي هم. شو عم بيصير؟ أكد لك انه في شيء مش منيح عم بيصير. قلت لك ما تخافي، رح خلي فادي يروح يشوفه ورح كون معه كمان. رح شوف شو بده ورايحك منه على الاخر. انت انتبه على حالك وبس. هي ليه هيك مسانجي وخايفة؟ لأني بصراحة خايفة، خايفة منه ومن حالي كتير. تينا حكينا كتير، خلص ما بدها خوف القصة، الزلمة عاجبك انبسطي معه. بس بقبرك إذا بعرف إنك تعلقتي فيه، مش بكرة بس يسافر تيجي تبكبكيلي. تينا بليز انتبهي على حالك. ما تخافي سريع، ما تخافي. طيب أنا لليلة أرجع، بس تفلي حكيني. أوكي. مثل ما وصيتك. يعني. باي حبيبي. الو هاش غاشي، تعي وصلني على السيارة. آه يا زمان
كمل حياتي. حبيبي والأصعب كمل حياتي يا